أهلا بكم الآن أخبار الجزائر وهذه عناوينها. الجزائر يرفض طلبا فرنسيا بفتح أجوائه لتدخل عسكري في النيجر. إيقاف 3 أشخاص في قضية تزوير محررات إدارية ووثائق سفر. ورياضيان جزائريان يقتربان من التأهل لأولمبياد باريس. رفضت الجزائر طلبا فرنسيا بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل التدخل العسكري في النيجر. وحسب الإذاعة الجزائرية فإن رد الجزائر بالرفض كان صارما وواضحا على التدخل العسكري الذي بات وشيكا حسب المصدر نفسه. رست في ميناء الجزائر سفينتان إيطاليتان من السفن الحربية المضادة للألغام في البحر الأبيض المتوسط والتابعة لحلف شمال الأطلسي في توقف يدوم 3 أيام. ويدخل هذا التوقف في إطار التعاون المشترك الثنائي بين الجزائر والناتو حسب وزارة الدفاع. كشفت الحماية المدنية في حصيلة لها عن مجموعة تدخلات لمصالحها في مختلف الحوادث خلال 24 ساعة السابقة والتي بلغت 3609 تدخلات بمعدل تدخل في كل 23 ثانية، منها 194 في حوادث المرور و806 في حوادث الغرق و24 حادثا لحرائق الغطاء النباتي. تمكنت شرطة تيزي وزو من إيقاف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية تزوير، ومكنت العملية من حجز أجهزة ومعدات تستعمل في التزوير تمثلت في 3 أجهزة إعلام إلى وطابعتين وجهاز سكينر ودعائم إلكترونية وملفات ووثائق إدارية مزورة. قدم نادي كوريتيبا البرازيلي اعتذارا رسميا للجزائر حكومة وشعبا بعد الخطأ غير المقصود الذي سقطت فيه إدارة الفريق لدى إعلانها عن ضمها الدولي الجزائري إسلام سليماني، حيث نشرت الصفحة الرسمية للفريق صورة لخريطة الجزائر مبتورة من بعض المناطق. اقترب المصارعان الجزائريان إدريس مسعود وأمينة بالقاضي أكثر من أي وقت مضى من الحضور في أولمبياد باريس 2024 حسب ما أكدته اللجنة الأولمبية الجزائرية، وهذا اعتماداً على حساب النقاط والترتيب للرياضيين والذي يأتي قبل بطولة أمم أفريقيا للجيدو. نهاية النشرة، في أمان الله.